فني عنوان. حديث الروح برنامج فني ثقافي يهتم بأثر المبدع والفنان في كل مكان وزمان. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري، نهار الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل على الحياة فان. حديث الروح. إذن أهلاً وسهلاً بمتابعينا الكرام، أهلاً وسهلاً بكافة مشاهدينا ومستمعينا على إذاعتكم إذاعة الحياة، إذاعة الصحة بالقيروان، إذاعة الحياة، زهرة الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، في بداية هذه الحصة أتوجه لكم بالشكر على المتابعة وعلى الاعتناء، وأود في بداية هذه الحصة باسمي وباسم جميع الإطار العامل في إذاعة الحياة فام، وأيضاً أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي، أن أتقدم بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الدكتور عبد الوهاب عمارة الذي فارقنا في هذا اليوم، والذي ترك لوعة في كافة أصدقائه وعائلته. نسأل المولى العزيز القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته، إنه على ذلك قدير. إذن أهلا وسهلا بكل متابعينا، نحن معكم على الهواء في برنامج حديث الروح، هذا البرنامج الذي نتمنى أنه ينال إعجابكم من يوم إلى آخر، وأن يكون قد تطور وقد شهد بعض التحسينات على ضوء ملاحظاتكم التي وفيتمون بها، ونحن أيضا في استقبالها كل يوم حسب ما تبدون من ملاحظات، إما على صفحة البرنامج على فيسبوك أو بالاتصال المباشر أو أيضا على جميع منصات التواصل الاجتماعي. إذن أهلا وسهلا بكم في هذه حصة جديدة من حديث الروح، وكما تعلمون أنه في كل حصة لنا برنامج ولنا ضيف ولنا أيضا موضوع. موضوع هذه الليلة سيكون هو له علاقة بالإبداع، بالفن، بكل هذه الأشياء، وهو عنده خصوصية خاصة، وهو يعني نوع من أنواع الأداء الموسيقي الجمالي الفني التعبيري الدرامي في نفس الوقت. سنحكي ونتحدث مع بعض مع ضيفنا الرئيسي في هذه الليلة ومع المتدخلين أيضا على الأغنية الفكاهية الهزلية العربية في تونس وفي بعض الدول العربية التي سنتناولها تباعا في هذه السهرة إن شاء الله. وكما نعلم جميعا أن الأغنية الفكاهية هي أيضا رافد من روافد الثقافة، والتي لا تقل أهمية عن الأغنية الثابتة والأغنية الرسمية، أغنية المهرجانات، أغنية الأفراح، أغنية المناسبات. الأغنية الملتزمة هي أيضا في بعض الأحيان تكون ملتزمة، لأنها تحمل في طياتها توجيهات، نصائح، تعتني وتنقد بعض المظاهر الاجتماعية وبعض الظواهر الاجتماعية، بعض السلبيات التي تطفو على ساحة المجتمع من حيث التصرفات، الكلمات، اللباس، الثقافة، يعني هي تحمل الكثير من الملاحظات في طياتها، وفي نفس الوقت تصاغ بطريقة يعني فيها نوع من يعني الدعابة، وفيها نوع من خفة الروح التي يؤديها المطرب الذي يقوم بأدائها أمام الجمهور. إذن الأغنية الفكاهية شهدت تطور كبير في تونس وفي مصر وفي السودان وفي العراق وفي سوريا، في كثير من الدول العربية، وقد قامت بمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية كما قلنا. ولهذا يعني الموضوع ولهذه الأحداث ولهذه المناسبة أردنا استضافة فنان تونسي قيرواني، وكما تعلمون نحن دائما نسلط الضوء على أبناء القيروان الذين أتحفون والذين يعني أشعوا يعني مواهبهم على الساحة الوطنية، ونريد أن نسلط الضوء على أعمالهم وعلى ابتكاراتهم وعلى إبداعاتهم التي ربما أهملها الكثيرون ولم يتتبعها العديد من المسؤولين في السابق، ولكن نحن نريد أن نضع عليها الضوء.
إذن في هذه الليلة وفي هذه السهرة يسعدني أن أستضيف وأن أستقبل معي في الأستوديو الفنان لطفي ترشون. أهلا بك أستاذ لطفي. أهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتنا وشرفتنا. شكرا. في هذه الليلة أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك سي سفيان على الاستضافة. عفو. ويشرفني وجودي معك في هالحصة، إن شاء الله نعديه حصة شيقة باهية تفيد المستمع والمتفرج. نعم إن شاء الله، هذا شيء شرفنا جميعا. إذن هذه الحصة إن شاء الله نرجو أن تنال رضاكم. يهندسها تقنيا أخونا أيمن ليجا، ومن ناحية الكونسول ديجيتال الناحية الرقمية أخونا سهيل السالمي. نشكرهم جميعا على تأمين هذه الحصة والحرص على الظهور بمظهرها اللائق كما عودناكم في السابق. إذن أخونا لطفي، من أين سنبدأ بالنسبة للأغنية الفكاهية التونسية التي لاقت رواجا في يعني بداية القرن العشرين ثم تطورت شيئا فشيئا؟ نخلي لك يعني أنت الميكرو باش تعطينا بسطة على التطور الزمني للأغنية الفكاهية في تونس ومع أقطابها الكثيرين. تفضل خويا لطفي. شكرا. الأغنية الفكاهية كما أي أغنية أخرى تكون هادفة وتكون تعالج موضوع موجود في التاريخ نتاعه، أي فك الحقبة اللي تعدينا منها. نهيك وكونه بدأت عنا احنا من اللي بدات الإذاعة التونسية، اي انه في الثلاثينات برزت بعض الاغاني اللي احنا لتوا فما عباد ماشي بالهم ما هياش فكاهية، ولكن فعلا فكاهية. لانه علاش؟ الكلام حتى كي تسمع الكلام تقول هذا خاطي كيفاش يغني. مثلا نقولوا مثلا كانت غنية نغني على البرتقانة ولو كانت تطلع حلوة، نوعا من الفكاهة وتشبيه المرأة بالبرتقانة هذيك تتسمى فكاهة. نعم. اللي غنيتها رتيبة الشامية، كانت هذه يقولوا لها رتيبة الشامية مثلا. ثم بعد ذلك بدينا نتبعوا في المونولوج الشرقي، وإحنا حبينا وكرهنا كنا إحنا الشرق متأثرين به، بدينا نتبعوا في المونولوج الشرقي. وكلمة مونولوج هي أصلها إغريقية يونانية يعني مونو فرد، لوج حديث. أما في الواقع يجب نقول مونولوج فكاهي، خاطر ينجم المونولوج يحكي واحد كما الوان منشو اللي هي بالإنجليزية، هي أصلها مونولوج كما الديالوج أنتر دو بيرسون. إذن احنا ما عملناش المونولوج إلا في بعض الحالات القليلة اللي هي كما عمل السملالي، محمد السملالي عمل المترجم. كي يجي يحط صانع اللي معاه السملالي الهادي، صحيح، كي يجي يقول يحط معاه يقول الصانع متاعي اللي متاع الكاتب متاع المترجم، ما عادش مونولوج ولا ديالوج لانه اونتر دو بيرسون. ثم بعد ذلك احنا بدينا نعالجوا في الامور هذه بالاغنيه الفكاهيه، اي الاغنيه الفرديه دون مونولوج. يعني لابد من الفصل بين المونولوج والأغنية الفكاهية. بالطبيعة المونولوج هو حديث ينجم يكون واحد وحده يحكي، يخرج يخرف حاجة يحكيها، كان يضحك ما تضحكش، تحب نزيدوا نضبطوها بالطريقة متاعها، نضبطوها نقولوا هذا مونولوج فكاهي يحكي، أو مونولوج تراجيدي، أو مونولوج كل نجم نعطيه اسم. في تونس عملنا الأغنية الفكاهية، ومن لول قبل الاستقلال عملنا الأغنية الفكاهية اللي تحكي حاجة ما تعالجش موضوع، حتى موضوع متعالج كيما موجود في صالح الخميسي مثلا، تعالوا حاجة مثلا يقول لك على التجاز كيما عمل محمد جراري على الدجال مثلا. فالموضوع هذا فيها علاج كبير، ظاهرة كبيرة، وهذا الدجازة والدجل والشعوذة يعني فيها نوع من، لأنه كانت نوعا ما من سذاجة بعض أو أكثر الشعب التونسي، كل ما يعطيك جهدك يجيك، صحيح، مش التجاز، صحيح. لكن كي تجي تشوف ما هيش بالانفليونس، معنى ما هم ما موش واحد فرض عليه في الغنية ذي، واحد وجات ويرى العباد على التجازة. لكن بعد فما فترة بعد الاستقلال وبعد 62 بالذات، بعد ما وقعت لنا المشكلة متاع ساقية سيدي يوسف وقلنا والرئيس القديم يقولوا بورقيبة، بما احنا امور مشنا امور سياسية لكن كل الحقبة مربوطة ببعضها، أكيد مربوطة بحقبة، يعمل في توجيهات نوعا ما في بالذات، وهو يربي في الشعب التونسي، كي يربي في الشعب كي يجبد على موضوع غدوة تلقى الكتاب يكتبوا بأي طريقة، أي طريقة.
فما وقت جاء باش ينظف الشعب التونسي. بداوا يحكيوا على الهند ينظف الشعب التونسي، بداوا يحكيوا على المظهر اللايق، بداوا ثم خذوه بعض المطربين اللي هما هزليين شويه، ما نقولوش منو دخلوا فيه نكت، تقول صلاح لح يعمل غنايه ويدخل فيها نكته، أيوة. صلاح الخميسي يعمل غنايه ويدخل فيها يعني نكته، يعني يوصل المعلومه بطريقه هزليه، بطريقه هزليه مقبولة. لانه كانت قبل في الاذاعه التونسيه نهار لحد الصباح هي مخصصه للاغنيه الفكاهيه اللي تفقدت توا. ايوه هنا لازم نحطوا ساعه نحن تساؤل كبير، علاش الاغنيه الفكاهيه يعني جبدت اصلا نهائيا من حياتنا؟ ما عادش ولات الفكاهه بين قوسين، ونحب لهنا نفتح قوس ويعني مشكله كبيره راهي، اصبح بين ظفرين ميزون فالور، يعني يعطيو قيمه كبيره للتافهين في هذا المجتمع. أي. يعني أي. وقت تجيب لي انسان تافه، وسامحوني يعني يقولها بملء في، يعني انسان ما عنده حتى مستوى لا تعليمي ولا ثقافي ولا فني، ويقوم بتوجيه الشعب ويقوم بإبداء القدوة، يعني يصبح هو قدوة لأطفالنا ولشبابنا، ويصبح هو يقول في نكت للضحك ولا عنده حتى تأثير، يعني بالعكس نعم. يعني يصبح هو ذاك القدوة لأطفالنا، يحب نهار آخر يولي كيف هو. نعم نعم، رغم اللي احنا راهو الشعب التونسي في حد ذاته في تكوينته في تربيته في شيء راهو وحده ضامر، تقول كلمة ضامر، لكن فما الضامر اللي بطبيعته فما اللي يتضمر، اي يفتعل الضمار صحيح، وهذاك اللي ما نحبوش. قبل كانت الاغنيه الفكاهيه تسمع تحب تسمعها وتحب اش يقول واش يعمل، حتى بالامور نتاع معنى هزل وباستهزاء، كيقول مثلا توا كيجي نقولوا احنا صالح الخميسي ويحكي على التقاز كل ما يعطيك جهدك، هذاك استهزاء من الناس اللي تقف على تقعد على قدام تقازه وتسمع فيها اش تحكي لك وتصدقها انت، حبي بعد الشعب من الامور هذية هذور ينجم يوصل هالو بالطريقه هذيك. لانه قبل فما انماط من الموسيقى يسمعها نوع من العباد، الرئيس قبل نتاع بورقيبه نحى المزود لكن حط قفله سير وحط فنجان. ما بين الخيمة والعين عمل أهل الريف اللي احنا نتشرفوا بيهم الكل، واحنا أصيلين الريف الكلنا، إذن عمل لهم فن وعمل للفكاهة اللي تحب الناس تسمع الضحكة وتحب تنحيك تسمع الفكاهة، وعمل الناس أخرين تحب تسمع بالكيف، تسمع حاجة فنية وتروق لها، واللي تسمعوا تو الناس اللي تحفظ قبله كنشوف تتقام يحفظوا برشا حوايج اللي ربيتهم الأغنية والفكاهة أيضا استعملوها باش نبه الناس من مثلا مخاطر الابتذال والكلمات البذيئة الهابطة بدعوى أنه هذا مثلا فن. نعم مثلا تذكرش حاجة متاع الذيك نسمع في غنية تغريبة ولا مثلا كما قال السيل هادي السيل يعمل لي نسمع مولك، يقولتك أنا حرم قبل المزود في ألور لقاء منين باب باش الناس تبعد، لأنه كان قبل مع كل احتراماتي آلة ما لها إلا آلة موسيقية فهمتني، المزود هذا ما لها إلا موسيقية يعني لكن اقترنت في تونس بحوايج خايبة قبل، خلينا نقوله قبل اقترنت بحوايج خايبة ودرشنوا واللي يخرج قبل ويتعلموا في المزود في الحبس ويتعلموا في الكلام، لكن تو الحمد لله عندنا فن شعبي راقي وعندنا مطربين في الفن الشعبي ممتازين، ناهيك وكونه الدكتور صالح المهدي لحن للمزود مش كان هو برشا البشير جور برشا الناس قدم محمد سعادة ناس لحنت للمزود كما الحبوبة كما الفرزيت، اذا فهم برشا حوايج، ولكن زاده كي نقولوا احنا يجيوا الحاجه باش يعالجوها مثلا على التقاز صلاح الخميس يقول كل ما يعطيك جهدك يديك مش التقاز اللي نجيك، ايوه رد بال معناه بعد عليك ما التقازات هذه توعيه، اي نوع من التوعيه باش الناس تبعد على التقازات، شوقنا الجمهور نحن والمستمعين بتاعنا الى على الاقل استماع الى بعض الانماط الفكاهيه، شنو رايك خونا ايمن يسمعنا حاجه باش الجمهور يعمل عليها كيف؟ اذا نستمع هذا المثال الغنائي ثم لنا عوده، فابقوا معنا. كانت يعني السيدي كما قال لي زاد اخويا لطفي في الاوف انه حتى في الاعراس نتاع القيروان كان من ضمن الفقرات التي تؤدى من الفرق الموسيقية كان مرات يكون معهم فكاهي، يعني يعملوا فقرة فكاهية والناس تبدأ تضحك وشيخ، يعني كان العرس فيه مناسبة متاع أغاني ودراما
ومسكاتش وسكاتش فكاهي، كانت هذه موجودة سي لطفي في بعض الأحيان؟ والله موجودة في بعض الفرق وفي بعض البلايس في البلدان، وكانت الفكاهي تخدم. صلاح لح الله يرحمه في سوسة يخدم حتى اللي قريب يموت، الكلها يجيبوا مطرب فكاهي. وعلى ذكر سوسة وباش نعطيهم زادة حقهم، أيوة. أنا حضرت في برشة دورات وكنت عنصر في مهرجان الفكاهين العرب، أيوة. واستضاف أيضا حتى يعني كثير من الفكاهين المعروفين كما أحمد غانم يقول على عيني وراسي، أي أي نعم في كل الشغلات، يعني كان فم اعتناء بالأغنية الفكاهية موجود. وإحنا حتى في القرآن باش ما ننسوش باش نعطوا كل ذي حق حقه، عندنا مهرجان المونولوج في القروان، مهرجان ممتاز وبدا يستقطب فيه ناس من الجمهورية التونسية، وإذا كان ربي يراد له ولقينا تشجيع من بعض رؤساء الأموال اللي عندنا والناس الواحد، جمعية مهرجان هي المونولوج. جمعية مهرجان المونولوج راهو ينجم القروان ياخذ كما عندنا توا في المولد تبارك الله، ولا عندنا صدى كبير في المولد معروف انت حتى في العالم العربي والعالم الكل ان شاء الله نقوله، وبدا يكبر مهرجان دولي ان شاء الله زادا يكون فما مهرجان مونولوج والاغنيه الفكاهيه، وتظل الناس تكتب وتلحن وترجع الكلمه اللي تمس ترجع تحيا الدنيا. وراهو اي بلاد حتى معتمديه حتى قريه كي تعمل فيها ايفينمون ثقافي، راهو بلاش ثقافه، راهي الشعوب والتاريخ ياخذوه بثقافاتهم. احنا هكريت توا عنا قداش من سناف مثل قرون، وكم مش النوبة اللي جاتنا أصلها من الأندلس وهي هابطة، ما يقعدناش فن متاعنا اللي نعرفوه، وما قعدتناش تواريخ نعرفوها، راو عنا تواريخ حتى بالفن نجم نأرخو. إذن هالمونولوج هذا إن شاء الله نطلبه بكل لطف من بعض معنا الناس اللي لبس عليها في القروان الفني ينجم ويدعم وذية. وكانت قبل في وقت من الأوقات كانت المؤسسات الكبار اللي هي كما معمل الدخان عندهم في النطاق الميزانية متاعهم يلزم فما حصة بيجي للثقافة وجوبا، واش خصو كان تتبنى فرقة، علاش ما تبناش معمل الدخان تبارك الله، الكورة رو كيف احنا سيدي هاو في الكورة، علاش ما تبناش فرقة موسيقية بالقدية وتوصلها الحاجات بهين تنجم تاخو بها صدى كبير القروان وتخرجها، ومرة تعمل تعاونية مع دول أخرين، وراي القروان راي ولادة والثقافة فيها من أول الإبداع موجودة اللي فيها. والأغنية الفكاهية هذه أي سيدي احنا عنا في القروان الأغنية الفكاهية، عنا أغاني فكاهية كتبت قبل مش موجودة إلا في القروان اللي هي عنا مثلا غنية معروفة مش مسموعة إلا في القروان اللي هي أنا بالقاسم بن ضو بن معيوفة بن شرميت، افهم يا فاهم شخصيتي حل السرة تلقى خيط ومزيانة. وعلى فكرة وكون قبل كانت لغاني الفكاهية تمشي في ميزان معين وفي مقام معين ما يفوتش المينار والمجار هكا اللي كانت تعملوا بها والكل ينجموا يعملوا، لكن تبارك الله كي نشوفوا صالح الخميسي لحن في مقام متاع صبايا ومتاع سيكا متاع حزن، لحن فيه غناية اللي هو البستانيكار اللي هي لحن فيها حبوني ودللت، خرج عن المعهود صحيح. النواة مقام النواة اللي لحن فيه هو غناية جميع الحروبات وفات، هذا مقام حتى في أغنية أخرى ما فماشيش عنا عنا بعدين تنسموا هذه جميع الحروبات جميع الحروبات فاتت مثلا هذا مقام معنى اتطرق الى طبوه، خلينا احنا نقولوا بلغتنا احنا التونسيه اتطرق الى طبوع معنى تلحن فيها الفنيات، هو لحن فيها اغاني معنى هزليه تبارك الله معنى عنا بشير جوهر اللي لحن برشا حوايج، البشير جور هو ترومبتيست الله يرحمه في فرقه المنار تاريخ القلعه صحيح، لحن برشا حوايج في الامور هذيه فنيه وفكاهيه، فكاهيه لحن للمورالي لحن لصلاح لح فهمنا صلاح لح فما غنيه يقول نتاع عندي صاحبي على باش معنا نصحوا قالوا هاي نمشيوا نتفرجوا على المسرح ويحكي على المسرح هذايا فهمتني ترغيب يعني في المسرح ذات صحيت يرغبوا في العباد في الحوايج يعني الباهية الذوق التونسي والذوق وراو يا ناسنا ويا اللي يتصنطوا فينا الكرام
راهو كانت فما حقبة تفرجوا اجبدوا عندكم الانترنت وجبدوا على الجمهور متاع شوفوا جمهور الكرة كيف نوى في السبعينات وجبدوا على جمهور المسرح شوفوه كيف نوى وجبد على جمهور أي حاجة تلقى ناس مهذبة في التاريخ هذاك اللي قال حسن هندامك يا أخويا فهمني كما المورالي يقول حسن هندامك يا أخويا معنى الناس يلزمها توعية قلنا قبل يتوعاو يعني حسنوا هندامهم وحسنوا وحسن كيفاش حتى وجودك وكيفاش تقعد على كرسي ليزيتيكات اللي احنا حفظناها حفظناها من عن طريق التلفزة قبل هذا كانت الناس الفن تقرأ به حتى المدب كيقريك حتى القرآن يقريهولك ملحن حتى كيقريك قواعد في الفقه بالتجويد يقريك الحرف يقول أليف لا شيء عليه والبان إذن فهي يعطيك نغمة فيها نغمة موسيقية وذات ميزان موسيقي صحيح ما يقريه ولكش من الجانب التقني لكن أنت ما غير ما تشعر كي تظلي تتغنى تسمح أي بالضبط اللي توا نسمع فيه ويا للأسف في شخصي وماني ننقد في حتى شيء وما إلا نوع مش تنقد بالعكس هذا ما إلا مش نوع من توصيل حاجة وإن شاء الله شبابنا ربي يهدي هالنوع الجديد متاع توصيل واحد باش ما نقولش أنا اللي هو الراب تسمع في شيء بصراحة لا يشرف وراه ما يحفظش صغارنا ما يحفظوا كما قلت لك كان شيء تخليه حتى كي يمشي يقول فيها بالخطوة كما كانت قبل الناس في الكشافة تحفظ كيفاش تغسل يديها وفي الروضة تولت بكل شيء تبدل ولا تغني في شيء معنى التطور الفن الإبداع هو باش نظليو متفاهمين سي صوفيان راهو الحوايج البوزيتيف والنيجاتيف الإيجابي والسلبي يمشي اون باراليل كي تكثر التطور من هنا ويكثر السرقة من هنا يعدي يهبطوا شان يسرقوها ويعملوها بيراتي يهبطوا حاجة يعملوا لها كيفاش تتسرق يهبطوا سيستام دولارهم يعملوا له كيفاش يتنحى معنى الإيجابي والسلبي يطوروا مع بعض يطوروا مع بعضهم يمشيوا كيف بعضهم احنا ماذا بينا نمشيوا ديما للإيجابي كان حتى ولو عن طريق أغنية فكاهية تو كان ترجع الأغنية الفكاهية صدقني فما شباب يحب يولي يسمعها باهي مشوا في الناحية هذه فما مثلا أغنية نقدت الوضع في تلك الفترة على الفن الشعبي أي هذيك معناها أشقال قال نسمع في غنيات غريبة أيوة أيوة قالوا هذا الفن الشعبي ليش أيوة هذه السملالي هذه السملالي السملالي بعد ما كملوا حوارنا إن شاء الله تو نسمعوها بحول الله أي لأنه هذه مثلا كي نقدوا هاني قلت لك علاش يسمعوا فيها باش حبوا ينحيوا أك الفكرة متاع المزاود قبل بالطريقة القديمة نقول نعاود نقول بالطريقة القديمة ماذا بينا ينحيوها تو ولات حبوا ينحيوها باش يقول لك يبعد عليك في حاجة اللي هو المزود رغم اللي صالح المهدي وما أدراك دكتور في الموسيقى لحن بالمزود وسجل بالمزود سجل حوايج بالمزود لكن مقنن ومعروف ومعدل ومريقل ومنظم باش ما يلغيوش خاطر أخذك يلغيه هو فرد مرة واللي متبع لأنه كل معلوم كل معلوم ممنوع مرغوبة متبوعة صحيح وبالتالي مش يعني باش عملوا تشريعات ويمنعوا كل شيء لكن صحيح. عملوا يعني كما يقولوا ألحان جميلة وملحن صحيح. اللي هو صحيح. في إطار يعني تطوير الآلة تو في الكونسرفاتوار في المعهد العالي للموسيقى فما شكون يعمل في المزود ويعمل في الذكرى ويعمل صحيح. في اختصاص يعني يعملوا حتى في الدكتوراه به أيوة. يعملوا في الدكتوراه كل شيء قبل صالح المهدي لحن هو جلول عثمان جلول عثمان هو اللي يعزف بالمزود تو تبارك الله عندنا دكتورات في المزود ناس دكاترة وتقرا فيه وآل النجم واحنا نطوروها الكورنوميز في 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 البرة في فيرلندا ولا وين في كورنوميز آلة موسيقية نتاع جيش نتاع البلاد يعني فرقة موسيقية عسكرية بالكورنوميز صحيح هما تطور الروفيه احنا مزيان هو ماله ولا نوع من المزود وهما خدموه بطريقتهم واحنا خدمناه بطريقتنا احنا هذاك كيفاش عملناه والمزود هذا مثلنا به تونس في الدول الكل ناهيك وكونك نجيو ماشي للدوله احنا ما نهزوش معانا مش نخدموا بالالات الموسيقيه العاديه نهزوا المزاودي والزكار واللي يشتح بالاقلال لانه هذاك جانب من تراثنا ومن حضارتنا ومن اختصاصنا اللي ما تلقاوش كان عندنا احنا لكن اذا اختلطت هذا بكلمات هابطة وكلمات معاش وتولي الحان يعني اي كلام كي نقوله إيه نعم. نوليو في حاجه
إلى أننا ننقد هذا الوضع. نعم. وكما قال سيدي الهادي السمليلي قالوا هذا الفن الشعبي. نسمعها ثم لنا عودة بعد قليل. لاحظنا كما كنا نحكيه مع ضيفنا سي لطفي ترشون جد الترحيب به. أهلا وسهلا أخونا لطفي. شكرا. لاحظت أنه أكثر الأغاني فكاهية يعني هي تحمل في طياتها رسالة. معلوم. كل حاجة نسمع أنه فيها يعني إما توعية أو رسالة أو تذكير أو يعني بث رسالة معينة للشباب للكذا للمجتمع تعليمي تثقيفي معنى نحسه هذه الناحية. لكن في نفس الوقت فما أغاني أخرى اللي هي مجرد ترفيهية يعني لي يعني تغيير الجو للابتسامة لبعث الانشراح على المشاهدين. مثلا كما قولوا مثلا عندي ودي يا حضار كين مشرارة من النار هذه يعني فيها نوع من الفكاهة. معلوم معلوم. الناس مثلا كما هذه الغنية متاع عندي ولدي يا حضار اللي هي زادة من أدال المرحوم الهادي السمليلي هذا ينقد في الصغار اللي قبل المصعصع نقولوا إنسان مصعصع أيوة. واللي يحب يعمل كل شيء في حياته يحب يكون نافع في كل شيء ويحب يلعب الرياضة ويحب يتعلم يعني نوعك الصغيرات اللي مصعصعين على والديهم ونقولوا شوية هكا هو يرجع فيهم هزليا يرجعهم باش ما كيما وقعت وقلنا احنا مو كنا احنا هي توعوية وكانت تمشي بالانفلونس بوليتيك كانت تمشي بالانفلونس بوليتيك أيوة. وما كانش قبل يحكم حد في البوليتيك في الامور هذية الا الرئيس اللي يقوله هو ذكره صحيح. جات كيما جات متاع التنظيم العائلي كيما جات التنظيم العائلي التوه هو اللي عملوا ادارة مكتوب عليها التنظيم العائلي من التاريخ ذاك من اول السبعينات اللي ولاو ينظموا في العائله باش ما يجيبش برشا صغار. عمل المورالي يا جماعه انا عندي طزينه طفله وتسعة اولاد. من جمله المورالي هذا زاد كيف محمد المورالي اللي هو على الكلوف العباد كلوف جات في الفتره ذيك كيف جات بسلسله هزليه اللي هو الحاج كلوف فهمتني حاج كلوف يتطرق المواضيع هي صحيحه ولكن عن طريق الضحك. احنا كنا نموتوا بالضحك كي تجي يوم يتراكي وعلول وياكل في البسكوي هذاك اش عندنا للشيك الترفيه اللي عندنا ونموتوا بالضحك كي تجي عايشه راجل ونموتوا بالضحك كي تجي كموشه يعني هذوك كانوا قبل احنا نتكيفوا بيهم في الثقافه كما شناب وقت رمضان كان تثبت وقت رمضان يجيبوا لنا مسلسل شناب نستناو وقتاش يجي صحيح سيت كوم اذاعي ممتاز ياسر وكان يرجعوه تو يرجع كيما ترى هاللي سيت كوم نتاع اسبوعي الله يرحم. اذا فكانوا يطرقوا للمواضيع هذيا يربيوا في العباد ويوعيوا في العباد باش رد بالك وهو اش تعمل بطريقه فكاهيه الناس تحبها وتضحك لها. لكن توا تبدلت الامور الكل علينا من زايد باش نقعدوا احنا ننقدوا في الدنيا الكل مش نردوها خايبه ان شاء الله مازال الباهي فما حاجه بركه احنا نزيدوا نعاودوها خلي الناس نشجعوا ان شاء الله حتى يسمعونا ناس معنا من 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 ذوي المسؤوليه على الامور هذيا بلي نحيونا هذيا والله الكلمه ما فيهاش كلمه ضاربه ما فيهاش ودي ما كانتش فما كلمه يلوجوا على كلمه ضاربه ولا ذي كلام قديم تو كنت تعمل شعر قول لك ليه ذي كلام قديم شنو هو قديم الشعر شعر شبيك تسمع في الشنفرة وتسمع في عنتر بن شداد وتسمع في هي هذوما حتى ذاك الكلام اللي موجود تو نوصلوا به وللحان راي تطورت وقلنا خلي الناس تلحن وخلي الناس تكتب ونعطيه شانس وهاللي ذاعات احنا نقولوا احنا اللي عندنا احنا في القروان مرحبا بيهم خلي شجعونا حتى الاغنيه الفكاهيه والاغنيه وهما راهو بكم انتوما احنا نتشجعوا وبكم انتوما نجموا نخلطوا ونوصلوا حاولوا حتى انتاجنا نوريك انا في المونولوج عندي غنية اللي عملتها في وقت اللي هما عملوا المونولوج اول واحد في مهرجان المونولوج في القروان انا شاركت فيه بكوني انا اللي عملت الشعار نتاع بالغنية كتبتها ولحنتها ان شاء الله نسمعوها نتاع المونولوج في القروان حكيت على القروان وعلى كيفاش زهيت البلاد بهالمهرجان هذايا الفكاهي اللي تعمل في القروان يعني كورونا ما توقفش نقولوا احنا بدا يرجع وبدات الميزانية نقصت في عوض التطور نقصت الميزانية لأنه ما تلقاش عباد قاعدة تشجع في هالبرنامج هذايا وناس تجيب وناس تعاون في هذه مش تقعد كان حتى المندوبية مندوبية الثقافة إلى متى مندوبية الثقافة وعندها بيجي معين وما تنجمش تفوتوا راه وانا نكلم ديما في هالمشاريع الخاصة الكبيرة اللي عندنا في القروان علاش ينجموا يعملوها
ينجم معمل سيزي بالسيف يشارك. علاش معمل الدخان تسمع به يشارك ويشجع في فرق نتاع مرحبا راهو احنا كنا من الجمهورية التونسية، يشجع فرقة خارج القروان. كنت في القروان وتشجع فرقة خارج القروان، فهمتني؟ باسي لطفي من غير ما نذكر اسماء المؤسسات نقول يعني الشركات الكبيره اللي تحمل مسؤوليتي خاطر هذا اللي موجود. لا ما غير ما نذكر في نطاق الاشهار المجاني للشركات. لا 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 ما عندهمش اشهار مجاني، بس نقولوا يعني هذه المؤسسات الكبرى التي تنتعش كما شركات المياه المعدنيه وكما شركات يعني التغذيه وكما شركات الحلويات وكما شركات كل شيء من المفروض هما ينتفعوا بخيرات القيروان، ففي باس يخدموا لنا ويقدموا لنا اضافه. ويلزم الدوله زاد ترجع تفرض عليهم الميزانية المخصصة للثقافة وللرياضة، بالسيف عليهم تفرض عليهم. ورغم اللي المؤسسات هذه عندها يعني نوع من الإعفاء الجبائي إذا تم دعم الثقافة، علاش التردد هذا وعلاش يعني هالتلك في دعم المؤسسات الثقافية وقت اللي عندها إعفاءات جبائية كبيرة في مقابل أنها تدعم المؤسسات الثقافية والدولة يعني تشجعك أنت. فعلا ماذا بينا احنا واش خص احنا وكنا كما قلت انت هذه الشركات اللي عندنا اللي برشا كما قلت بارك الله فيك ومنتصبه في القيروان ناكلوا في خيراتها ومن طلعوهاش طلعوها من اي ناحيه راهو يعني من الناحيه الثقافيه ولا والاجتماعيه راهو اذا كان مشكم بكم انتم باش مش نمشيو نلوجوا على شركات خارج المدينه. الشباب مش عنده تو عنده رياضه والثقافه شويه كوره شويه رياضه شويه ثقافه شويه النوادي يا اللي تندعموا وراهو باش نرجعوا نربيوا رواحنا ونربيوا شبابنا ونرجعوا الذوق الفني والذوق الحسي والذوق الرياضي واي ذوق راهو من الرجم ونرجعوه الا احنا وراهو خاصه عن طريق الثقافه. والثقافه راهو مقياس الشعوب، راهو نعرفوا في التاريخ هذاك شنو اللي وقع عن طريق الثقافه حتى عن طريق غنايه ارخت الناس بغنايه، فما عباد ارخت بغنايه فهمني معنا. فما مره كيما عندنا في 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 مقام الاصبهان تقعد غنيه واحده يتيمه وتزيد تقعد 23 سنه ما تعداش في الاذاعه خاطر الرئيس الزين هذا اسمه الزين هذا الواش علاش وقت اللي هي غنيه ممتازه نتاع وليا غنيه ممتازه نبطلوا هكا اي سبحان الله. بلا كان تجي غنيه فيها اسم تاع وزير ولا حاجه لا لا نحيوها زاد ودي ذاك فن ما يحكي على حتى شيء تحكي على الفن سمح حالنا كفن فهمني. اذا هذا يلزمنا نشدوا فيه. انا قلت لك انا غنيه نتاع القروان مثلا هذه نتاع المونولوج عملتها لهم عدوها ممكن مره فنسمعوا بعدين نضيف في حديثنا عن المونولوج في الحصه الجزء الثاني من الحصه ستكون جاهزة إن شاء الله. لكن تو خلينا نعقبوا على النوعية نتاع نقولوا نحن حزب البلوط. حزب البلوط هذا أيوة. لقى أيضا نجاح كبير أيوة. في يعني تلك الفترة فعلا. وكانت فيه يعني كلمات طريفة وضحكة كبيرة فعلا. كيفاش سي لطفي كان هذا هو هذا تسمى هو حزب هو البلوط هو حزب البلوط أو وثم سمى فما اللي يسميه حزب المقلوب. إيش معنى حزب المقلوب أيوة. هي أصلها الألحان متاع أغاني معروفة أغاني عادية معروفة يبدلوا هما الكلام يقلبوا الكلام يردوها هزلية فهمت كيما مثلا عملوا على رمضان كبر لاذان ضرب مدفع أيوة كبر لاذان صفرة نصبت من كل طعام ما شاء الله يحكيوا على الماكلة يحكيوا في حاجة أخرى ديما هو ولو أنه شدوا في الحكاية متاع الماكلة يقولوا يا شيخ يا مرنيخ من جملة يقول شيخ شاهي دجاجة شاهي دجاجة مثلا وجاية من باجة ولا يقول شاهي ثور شاهي فطور قصعة وعليها ثور دلاع باني صور ومدع وبطيخ يعني يحكي على الماكلة والنهم وهالمصروف الناس اللحن معروف اللحن عند الأذن معروف مستساغ لكن الكلمات تولي هم اللي مقلبينهم هم اللي طارفين أي من ليقى حذر لنا منها إكستري نسمعها ثم لنا عودة فابقوا معنا. موضوع الحصة هو الأغنية الفكاهية العربية. بعد قليل سنستمع إلى بعض النماذج الغير تونسية من مصر وربما من أماكن أخرى. أنتم في الاستماع مباشرة إلى برنامجكم حديث الروح. حديث الروح يستضيف لكم الفنان لطفي ترشون في هذه الليلة وإن شاء الله نعدي أوقات ممتعة مع بعضنا. كالعادة ديما نحكيه على التراث القيرواني ومن خلاله التراث التونسي وإن شاء الله دائما نحاول باش يكونوا أوفياء لهذه المدينة، المدينة التي لها فضل علينا وعلى كل المبدعين والمثقفين في هذا الموضوع.
إذا لطفي توا كان يحكي لنا على بعض الإنتاج القيرواني الغير معروف وغير متداول وغير متواتر بين الفنانين، ولو كان في مدينة أخرى مثل صفاقس مثلا التي طرع إنتاجاتها لكان سجل في فرقة إذاعة صفاقس، ولا كان وصل المعهد العالي للموسيقى، ولا وصل إلى العديد من الفرق، لكن نحن عنا فنانين عاشوا مغمورين وتوفوا مغمورين وإنتاجاتهم مشات معاهم مع الأسف. يعني فما بعض حكاولي كثير من الأصدقاء على أغاني، معناها نفتح قوس لأن الأغاني هذه قد تكون فكاهية أو غير فكاهية، لكن لم تسجل ولم يبقى لها أثر إلا عن طريق الرواة. يعني واحد يقول لك هذه الأغنية متاع الشيخ الخمسي الملوفجي القيرواني العازف الملحن الكذا الكذا، إيه وين؟ لا مسجلة مش مسجلة، تلقاه يحفظها فلان وقالها فلان وذي غناها فلان. إيه علاش من ندونهمش؟ ما نحفظوش تراثنا؟ تراث مش خاص بالقيروان، هو من خلال القيروان تراث تونس كاملة. وعنا يعني طاقات رهيبة في هذه يعني العاصمة الثقافية الفنية، ياريت نحافظ عليه وياريت نحطه اليد في اليد ونوصله لبلاستو. الأغنية الفكاهية اللي حكينا عليها سي لطفي قبل قليل هي أغنية فكاهية تداولت في القيروان، ونحبه نحكيه عليها مع سي لطفي، وإن شاء الله أيضا سمعنا منها مقطع. سي لطفي شنو الأغنية اللي كنت تحكين عليها قبل شوي؟ هذه أغنية تعرفت كان في القروان. أيوة. لمحال ولو أنه مجهول اللي كتبها ولحنها. مجهولة الكلمات. مجهولة يعني الكلمات مش معروف. حتى اللي لحنها يا خسارة مش معروف. طبقينا كانت تتغنى في القيروان، والقيروان كانت عندنا فكاهيين ممتازين. حتى اللي كنا تو نحكيوا عليه الحزب ذي حزب البلوط، كان عندنا في القيروان حزب البلوط ممتاز ياسر، وعدوه مرة في التلفزة قبل سجلوه من القروان ممتاز ياسر، وفيه ناس معروفين اللي كنت أنا مثلا نثبت على بي الفراح مثلا، فيه بعض الناس الله يرحمهم كان ممتاز، ناس تموت بالضحك وتجيبهم باش تضحك، يعملوا حتى حركات بهلوانية صحيح، ويعملوا الحي بالصوف ويعملوا حوايج فهمتني، يعملوا ينقضوا فيها في أرواحهم، وراو باش نظليهم متفاهمين. الفكاهة في حد ذاتها وكونك تضحك خطر، هو يحكي لك على روحك كي تضحكوا البشر، كي تضحكوا على روحه في القصة هذيك يضحك معاك، خطر حاجة ما يعرفاش يسميها بلاها وحشاكم بلادة، لكن كي تضحكوا على حواجه وهو بالضبط فهو يضحك وقتها ويموت بالضحك على روحه. بالنسبة لغنيتنا اللي هي من القروان، قلنا أنا يقول أنا بالقاسم بن ضو بن معيوفة بن شرميت، افهم يا فاهم شخصيتي حل السرة تلقى خيط. وهي إن شاء الله نكون هاو مش نقولها لك. يقول أنا بالقاسم بن ضو بن معيوفة بن شرميت، أنا بالقاسم بن ضو بن معيوفة بن شرميت، افهم يا فاهم شخصيتي، افهم يا فاهم شخصيتي، حل السرة تلقى خيط، حل السرة تلقى خيط، قروني بابا ودادا لنخذيت ميات شهادة، قروني بابا ودادا لنخذيت ميات شهادة، فتشربيكو في القوادة، فتشربيكو في القوادة، وبرا ما عندك مريت، برا ما عندك مريت. هذه مثلا من بعض الحوايج اللي موجودة، يعني يحكي ينقط في ذاته بذاته. أيوة لا. فهمني باش يعلم أهل الناس هذوما، خاطر كنت قبل الناس تدعي العلم كبير ياسر، فهمني هو يعرف، فهمت كيما عمل المورالي اقرا وفهم يلي تسمع. ايوه فهمت، هذا كان قد روحه على القرايه وعلى كيفاش، ولا علم الذره يعرف، وعن ناس تنقد في روحها من حاجه خاطر تقاه ما يعرفش، ويعاند حتى الناس، يعاند اهل الاختصاص وهو ما يعرفوش. هذا اللي احنا ما نحبوهاش، وان شاء الله تكون ما قعدتش الا في بعض من الاشخاص، لكن نرى النجم نترقوا له بالمواضيع يبيد. شوف الغناء من اللي بدا وتنحى ولات الناس بالحقبة التاريخية، ها ولا عنا بارك الله فيهم عملوا حقبة تاريخية، من اللي وقعت الثورة عملوا حقبة تاريخية، خافوا يخسيب الحكم مش يولي حكم إسلامي، بدلت العبد الكل ولات تخدم في الأغاني الدينية، كيف فوات وعرفوا رواحهم ما فماش حكم إسلامي، رجعت الناس اللي مزاودي رجع مزاودي، واللي يغني في العوادة رجع يغني في العوادة، فهمني هكا واضح اللي كون واحنا نمشيو بالحقبة التاريخية. الفن دائما ما عندوش يعني اتيكيت، الفن دائما صحيح. يكون عفوي صحيح. وتلقائي ويا حبذا
هذا هو من المفروض، يعني دائما عفوي تلقائي ولا عنده علاقه لا بالسياسه ولا، لان السياسه معناها اليوم نوع غدوه نوع بعد غدوه نوع، لكن الفن لازم يكون يحمل رساله انسانيه، رساله خالده وتوصل الانسان انه الى قيم يعني راقيه. وشوف نحن توك رجعنا على بدايه القرن العشرين، شفنا يعني تغني بقيم راقيه، الهندام على السلوك، على الفن الشعبي الذي أصبح متردي، على يعني التجازة التي دخلت إلى البيوت وتسببت في كوارث اجتماعية من سرقات من أشياء من كذا فعلا. يعني فيها علاج لمواضيع إلى حد الآن نستطيع أن نقول أنها مهمة، إلى حد الآن مواضيع يعني مهمة، وبالتالي في معزل عن كل توجهات، وبالتالي نحن ديما ماذا بينا الفن بتاعنا يرقى بنا إلى ما هو أفضل، وديما يدخل علينا الضحكة. نحن راه شوف إذاعة الحياة هي إذاعة الصحة، والصحة هي تعتمد على الابتسامة. إنها. الإنسان الذي يبتسم إنها. والإنسان الذي لا يحمل هموم الدنيا على كتافه، والإنسان اللي بطبيعته يحاول يعني يسيبها على الله كما نقوله فعلا، أو يبتسم ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. صدقة يعني الإنسان راه شوف الصحة فيها كل إنسان ما يحملش ضغينة وما يحملش هموم، ويحاول ديما يتبسم وديما يضحك ويبدل الجو بكلمة من هنا ومن هنا، فبالتالي إن شاء الله ديما أيامنا فكاهة وسعادة وضحكة متواصلة. ونستمع الآن إلى أغنية عندي ولدي يا حضار كينو شرارة من النار ثم لنا عودة. أسلو معاه ممتازة ياسر، حاجة ممتازة ياسر، فيديو كليب هزلي التو قاعدين يخدموا ما قصوش، ولو أنه في مصر قصت الأمور هذه الأمور حتى متاع المونولوج نقصت شوية، لأنه قاعدوا ديروا بير ناهيك وكونوا شكوك التو، فما ماريونات تشبه الشكوك وعاملينها يمثلوا بها على أساس وكونوا شكوك باش يخدموا منه التصويرة، وفما بعض الناس يخدموا كان الأمور هذه في مصر التو يخدموا، أما إنتاجهم قل شوية زادة. بقينا أحمد غانم مذايا موجانا حتى لتونس يغني على عيني وراسي، هذاك مونولوجيست. أيوة. هذاك مونولوجيست يغني ويمثل ويعطي نكتة، يعمل حركات على اللي عمل لنا الروبورتاج اللي عمل لنا الروبورتاج متاع الكورة متاع النساء، هو نقد في التاريخ هذاك، وتو عنا أبطال وبطولة عالم في الرياضة العالمية في الواحد، إذن هو كان ينقد فيها النساء، يقول راهو مشكم مخلوقين للرياضه مخلوقين، ولا يحكي على هو الخياطه والمراه اللي مختصه بها كيما عملها صالح الخميسي، فهمني، اللي مثل على حصه المراه وكيفاش تاخذ باش تخيط وكيفاش تطيب. اذا هذاك مستنبط من الشيء اللي عمله احمد غانم بالضبط بالضبط. وماذا بينا توكي نسمعوا احمد غانم تعرف شنو اللي نجم يضيف صحيح. وانا لاحظت انه المونولوجيست احمد غانم حتى على الركع يعمل لك حركات معلوم وبسقيه وبدنه يقريب يعمل حركات راقصة يعني صحيح. منها يعني تضفي نوع من الجمالية صحيح. ويعني الضحكة تولي يعني بطبيعتها خارجة، فمتلقي يضحك على الحركة وعلى النكتة وعلى الكلمة وعلى أيوة. كل شيء. والملاحظة في المونولوجيست والغاني اللي يغني أغاني فكاهية، اسمع صالح الخميسي وكان يغني لك غنية فنية ما يطلعش يعني صوته ما يمشي إلا في الفكاهة. أحمد غانم ما تصوروش نهار مش يعمل رايعة من الروايع في الأمور هذه. فما حاجة أخرى عنا في القروان قبل اللي عنا لحبيب مبارك الله يرحمه كي يمشي يغني غني يعمل مونولوجيست صحيح. لحبيب مبارك هو معنا على آلة الدربوكة وزان كما يقول هو برويتها يعني يعمل مونولوجيست. علاش سبحان ربي اللي يخدموا الفكاهة حتى من مناظرهم حتى شكل شوية شكل طريف وممتاز ومهضوم كي ترى صلاح له مهضوم، كي ترى صلاح الخميسي مهضوم ثم النقد ذي متاع الحاجات كما عمل رضا الحجام اللي هي غنية محمد الحداد هز بريكدانا في السر تسمع ربي. فيه حتى كي ظل يتكلم يزيد في حوايج من عنده على الطياب يا دراش ما فهمني. نرجع احنا للفن الشرقي اللي هو عندهم المونولوج وليس الأغنية الفكاهية وحدها توا حتى عندهم دي مونولوجيست يقولوا نكت، يقولوا كان نكت على الصعيدة أكثر، هما ما يعملوه توا على الصعيدة فهمتني صحيح. موجودين برشا معروفين، نحبوا نشاركوا مستمعينا الكرام ونهديوا لهم هذا المونولوج اللي أداه
الفنان أحمد غانم. نستمع ثم لنعود. يعني أصبحت نادرة شوية في هذا الوقت، لكن حبينا نعرج عليها ونفهم شوية بعض الأشياء التي كانت قبل متداولة. والأغنية الفكاهية إن شاء الله ترجع ليلها بريقها، وعلاش ليه ما نرجعوش إلى مهرجان المونولوج ولا مهرجان الفكاهيين العرب؟ في ثوب جديد، في تصور جديد. بالطبع كما قال خونا لطفي أنه فما زاد شكوكو اللي هو قمة في الأمور هذية، عبسان النابلسي زاد أيضا عنده أغاني حلوة فكاهية، يعني الكثير من إسماعيل ياسين يعني ما نجموش نحكيه على الأغنية الفكاهية العربية وما نذكروش هؤلاء القمم. سي لطفي، أنت عندك بطبيعة تجربة في هذا الميدان، فما بعض الناس يراو أنه هناك خيط رفيع بين الفكاهة والتهريج. اي نعم. فما يعني خيط رفيع يفصل بينهم، شو رايك في هذا الميدان؟ فعلا، لانه الفكاهي ما هوش كلون. الكلون عنده دور، ايوه معروف، بوريتر ان كلون يلزم يكون عنده حتى من المكياج نتاعو سبيسيال يوحي لك اللي هذاك سيتان كلون. ساعات احنا توا حتى بالفرنسوي الانسان ساعات حتى يظل يكلم في واحد يقول له الفيل كلون، على يهرج. تعات استاذ عندنا استاذ يقول له تي فيل كلون، معنى الكلون شيء هو يضحك، وخاصة في سياق الصغيرات باش يضحكوا يراو حاجة أخرى، يركب خشم، يركب مكياج، يعمل مكياج في السيرك أو في حاجة أخرى. الكلون شيء والفكاهي شيء آخر، لأنه حتى في الفكاهة اللي الفكاهة حتى في التمثيل معلومة ذي، فما فكاهيين ما غير ما عادل إمام كي تغزر له ما غير ما يمثل تضحك بالقسمات والجريمات، كما عنا كما احنا عنا لمين نهدي زاد كما ما غير ما يمثل تغزر له يضحك. فما عباد اخرين يظل يحاول بس يضحك فيك ويدغدغ وما تنجمش تضحك لانه يقول في شيء تفاهة. فهمتني ولا بالضبط. مش قاعد يضحك بالضبط. فما عباد كي تراها تحس بالانشراح وتضحك، وهكا وانت تحس في روحك منشرح كي تراهم. فما بالك كي يتكلم تقول عسل لي هبط فيه. فما غيره لا، يجيك تقول لا مهما عمل لا سامحني فيه. والله جات فترة في القروان ولاو عنا فكاهيين، باش ما نقولوش كلونات، ولاو عنا فكاهيين ثم قصت شوية بعدوا شوية وهربوا شوية على المسار اللي يلزم يكون فيه. راهو بكونك باش تخرج ضحكة من عند بشر بالطبع، فهي أصعب حاجة. ونحن زيادة باش ما نخرجوش على موضوع الحصة، موضوعنا مش الفكاهة بالضبط. أيوة. الأغنية الفكاهية. الأغنية الفكاهية. طيب الأغنية الفكاهية إيش تتطلب؟ تتطلب الفكاهة مع إلمام بفن الأداء الصحيح. فعلا. لأنه إذا كان باش تأدي لي أنت أغنية بصوت نشاز، أيوة، يتقبل عمره ما يتقبل، ما يتقبلها منك، ربما تحكي له حكاية. أي صحيح. أما باش تغني له بصوت يعني مش راكز ولا كذا. لا, لا لا لا. نحن نشوفوا أن الكثير من المطربين التونسيين أو الشرقيين قادرين على أداء كما قلت صالح الخميسي، عمل المقامات وطبوع صعبة وغناها وأداها. نعم. كأحسن ما يؤدي المطرب. فعلا. المطرب شكوكو عنده لذة في صوته، عنده تامبر قولوا نحن طابع. ينعم. في صوته طابع جميل برشا. ينعم. أشخليه جرأ على أغنية ست أم كلثوم، أي، هي أغلى من أيامي، وغناها يعني بطريقة يعني فيها نوع من الطرفة هزلية. نحب نهديوها المجتمعين، نسمعها مع بعضنا ثم لا نعود. سي لطفي في الأوف يقول لي أنه هذا حزب البلوط المصري، كيف سيدي لطفي؟ إيه نعم، هذا تصور أنت شكوكو يغني فيهم في أغنية أم كلثوم، رم ضربوه بالحجر. أيوة. كي عملها بطريقته هو، الناس ولات شيخ وتضحك لأنه فيها استهزاء على الغنية بطريقة معنى نقد. صحيح. نقد بنفس اللحن وبريسك بنفس الريتم لكن بطريقته هو. يعني هو على فكرة بالله بين قوسين سمحني خارج الموضوع الكل، هل فوم تاع الموسيقى الممتازة ذي هي قطعة موسيقية من تلحين الأستاذ سفيان العماري، قطعة ممتازة 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 ممتازة. لا ما يقلقنيش أنا، ما تعرف راه حاجة، احنا الموسيقى ما عندناش مجاملات، باهي باهي خايب خايب. موسيقى ممتازة ورائعة وفون ممتاز يهدي الأعصاب ياسر ياسر. يعني حالك قدمناها في المهرجان ما قلتش من الحن سفيان العمل. لا أنا قلت، هاني أنا قلت ومن يطالب حتى شيء في ذلك مقابل ذلك. ربي فضلك. أيوة. يجب أن نقول للمحسن أحسنت. ربي فضلك وإن شاء الله تنال إعجاب المستمعين حاجة ممتازة رائعة اللي تسمعوا فيها ذي. راهو الساعة تنفيذ قروي وتلحين قروي، قلنا الأستاذ سفيان العماري، والتنفيذ ذي راهو الصالون القيرواني التنفيذ نتاعه. إن شاء الله القيروان دائما تتألق، وربي يقول القيروان لسنا بجهويين،
رانا نحبوا بلادنا، واللي ما يحبش بلاده ما ينجمش يحب غيره. نعم. وراي بلادنا القروان هي يعني مدرسة كبيرة عندها طابع من حيث الغناء، في التلحين، في المعمار. نعم. في الثقافة، في اللباس، في الارشيتكتور، في أي مجال، في الشعر القيرواني، في الهندسة، في الرسوم، في الفن التشكيلي، عندنا دائما الطابع القيرواني، وذلك علاش نحن خدينا على عاتقنا إبراز المجهود والمبدع القيرواني في كل مجال، وإن شاء الله ربي يوفقنا إلى هذا. أمين. ونحن ديما نستضيف معنا أبناء القيروان الذين هم أبناء تونس الذين يشعون على عالم الإبداع والثقافة في القيروان وفي تونس. واليوم كان معنا أخونا لطفي، بارك الله فيك، وإن شاء الله نرجع في حلقات أخرى لأنه موضوع يعني متسع ويلزم برشا حلقات لكي نأتي على الكثير من البلدان العربية وماذا فعلت في ميدان الأغنية الفكاهية. باش نخلي لك أخويا لطفي بعد ما نشكر زميلنا أيمن ليجا اللي كان يرافقنا في هندسة التقنية، وزميلكم أيضا سهيل السلمي في الهندسة الرقمية، وكل المشرفين على إذاعة الحياة فام، إذاعة زهرة الحياة، إذاعة الصحة الأولى في تونس. نخلي أخونا لطفي مسك الختام وكلمة الختام عن سيدنا. مشكور، بارك الله فيك على الاستضافة، وراوي شرفني باش نكون موجود معاك في هالحصة ذي لإثراء، إن شاء الله نكونوا أفدنا المجتمع. أفدتم ونصبرك. ولو أنه من غير غش روحنا، أنا جيت بالذات لسيادتك، لاستدعائك أنت. العفو. تقديرا لسيادتك أنت جينا في الماضية باش نحكي ولا حاجة، وربي فضلك خاطر يا حبذا كان هالبلاد ذي تشجع الموزيكا وتشجع التمثيل وتشجع كيما تشجع في الرياضة، وهكم ريتو ما نشدوش احنا، راهو القروانة ذي نخرجوا منها إبداعات ونخرجوا منها برشا حوايج، وهالبلاد ذي رانا نحبوها، راهو احنا سكان القيروان خنزيد رام يحبوها، رام ما يرتاحوا إلا ما يراو صنع الجامع الكبير. نعم. ويرحم والديه اللي عمل هالحاجات ذي، وكونه ما تبنى شيء أعلى من الصمعة، راو كي ترى سمعة جامعة الكبير راو نفسانيا ترتاح. ولذا ان شاء الله احنا كيما نرتاحوا للقروان خليونا نحبوها، يا عباد يلي تعملوا في المشاريع ماذا بكم خليونا نحبوها البلاد، باش نخليونا نحبوها، شجعوا اللي بعد نحن توصيين مشينا على رواحنا، شجعوها البلاد هذية راو باهية وفيها مواهب وفيها ناس مبدعين، والمبدعين الكل راو ينجم يخرج منهم وتوصل تنتشر الأمور، الثقافة خاصة الثقافة والرياضة اللي احنا توا فما عنا ديزاتليت حتى في الرياضة فرديين ما تسمعش بيهم. ان شاء الله نشجعوا الناس كل، ان شاء الله تكون هالإذاعة هذية والإذاعات اللي عنا بدرة خير في القيروان، وان شاء الله تكون هي المشجعة للثقافة وللناس ولسكان القيروان ولسكان ولاية القيروان الكل اللي نتشرفوا بمعتمدياتها وتشرها، والناس الكل وراو فيها مبدعين في أي بلاصة، في أي بلاصة إن شاء الله زادت تطرق له سي سفيان، راو عنا في الأرياف متاعنا عنا أنواع من الفنون الممتازة وفنانين معروفين. شكرا سي لطفي، يعطيك الصحة. وإذاعة الحياة هي منبر مفتوح لكل المبدعين في ولاية القيروان، وتفتح ذراعيها وتحتضن كل مبدع في هذه الولاية، ونحن نرحب بجميع إبداعاتكم وجميع ملاحظاتكم، وإن شاء الله حديث الروح سيكون دائما من الروح إلى الروح. إذن إن شاء الله استمتعتم معنا في هذه الحلقة، أحب أقول لكم استحفظوا على رواحكم وعلى بلادكم وعلى قيروانكم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير ودمتم في رعاية الله، إلى لقاء قريب إن شاء الله. للفن عنوان، حديث الروح برنامج فني ثقافي يهتم بأثر المبدع والفنان في كل مكان وزمان. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري، نهار الجمعة من 8 للـ10 متاع الليل على الحياة فام. حديث الروح.